انظر في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: أول ما تسعر النار في ثلاثة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال، فذكر عالما أو قارئا للقرآن، وذكر رجلا كريما ينفق الأموال في سبيل الله، وذكر رجلا شجاعا مات وهو يحسب أنه في سبيل الله، فيبعثه الله تعالى ويعرفه بنعمه، فكل يقول: يا رب فعلت هذا من أجلك، فيقول الله تعالى: كذب، إنما فعلت هذا من أجلي أن يقول الناس فعلت، فيؤمر بهم فيسحبون في النار. هؤلاء أتوا بخير الأعمال ولكن بنية فاسدة لم تقبل منهم. ولذا قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. نسأل الله الرحمة. فالنجاة عند الله عز وجل الإيمان الصادق والعمل بالنية الصالحة. انظر معي إلى ذاك المتصدق، أراد أن يتصدق بإخلاص، فقام في الليل فوضع صدقة بيد لص، فسمع الناس فأصبحوا يضحكون منه، هو مخلص، فالله عز وجل يضحك له ويقبل عمله ولا يمنعه كلام الناس، فيقول: والله لأتصدقن. فيتصدق بالليلة الثانية على رجل غني معروف بغناه، فيشيع في الناس فيضحكون منه، فيقول: والله لأتصدقن. فاختار هذه المرة امرأة، قال: سأعطي النساء لا أعطي الرجال. فوضع الصدقة بيد امرأة فكانت مومسة، كانت امرأة عياذ بالله تعالى عاهرة، كانت امرأة مومسة، فأصبح الناس يضحكون منه. هذا الحديث يدلل أن العبرة بالإخلاص، والإخلاص أحب إلى الله تعالى من صورة العمل. هذا ما أتى بصورة العمل لكن أتى بأصله وروحه، وأتى بالإخلاص الذي فيه، وذاك أتى بالصورة. ولكنه أولئك الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسعرون في النار، أولئك أتوا بصورة الأعمال لكن دون إخلاص. هذا الرجل، هذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة، أن المخلص لا ينقطع عن العمل. الإنسان المخلص الصادق يثبت، من أسباب الثبات على الدين ومن أسباب حسن الخاتمة فعل الطاعات في الخلوات التي لا تكون إلا في الإخلاص، ومن أكبر أسباب الانتكاسات فعل المعاصي في الخلوات، فعل المعاصي في الخلوات. ولذا أخرج ابن ماجه والبزار وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، قال: ثم تصبح هباء منثورا، جبال من الحسنات. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصبح هباء منثورا، فيقول: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا نسأل الله تعالى العافية يضيع أعماله. وتذكر معي ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنالك زيادة مزلزلة مرعبة خطيرة جدا عند الإمام مسلم على هذا الحديث فيها.
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها يدخل النار. الله عزيز لا يغالب. العرب تقول من عز بل أي من غلب سلب. الله عزيز لا يغالب. فالإنسان الذي يعلم من نفسه عدم إخلاص وعدم صدق فالواجب عليه أن يراجع نفسه إذا أراد أن يكون من أهل النجاة عند الله عز وجل. فغير المخلص لا ينجو البتة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلعل الإنسان في سكرات الموت يبدو له شيء ما كان يحتسبه فيهلك والعياذ بالله تعالى. وكم من محتضر يقال له يا فلان أو يا أبا فلان قل لا إله إلا الله فلا يقول. فالنجاة عند الله عز وجل بالإيمان الصالح بالعمل بالإيمان الصادق والعمل الصالح الذي يسبقه علم شرعي صحيح وإخلاص لله عز وجل. وهذا لا يكفي وإنما النجاة تكون بأمرين آخرين. قال الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي عند علماء اللغة تفاعل والتفاعل يلزم منه أن يشترك الطرفان في أن يتواصى كل واحد منهما مع الآخر. فأنت اليوم ناصح وغدا منصوح وأنت ناصح يجب أن تحتسب ويجب عليك أن تعلم أنك تنصح لإقامة دين الله وأنت منصوح يجب عليك أن تقبل إن بدا لك الحق وإن ظهر خطأك فلا تستكبر. فالكبر الذي يمنع صاحبه أن يدخل الجنة والمتكبرون الذين يحشرون يوم القيامة على صورة الذر بين الناس كالنمل الناس تدوسهم بأرجلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع قول كل قائل في تعريف الكبر فقال الكبر غمط الناس وفي رواية غمص الناس ورد الحق. يأتيك رجل فيتواصى معك بالحق ترده هذا أنت متكبر والعياذ بالله أنت لست ناجيا عند الله عز وجل. قال وتواصوا بالحق. تواصل يجب عليك أن تقبل ويجب عليك أن تبذل. التواصي تفاعل. فوالله لو أن كل من أساء من أمة الإسلام قال له جيرانه وإخوانه وأرحامه يا فلان أسأت وكل من أحسن يقال له أحسن تتغير حال الناس. فالناس لا يخسرون موقعهم اللائق بهم في هذه الحياة بين سائر الأمم إلا بسبب المعاصي. فلا يقع ذنب فلا تقع مصيبة في هذه الأمة إلا بسبب ذنب ولا ترفع إلا بتوبة. فالواجب على أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا سبيل النجاة. وسلوك سبيل النجاة بعد الإيمان والعمل الصالح إنما يكون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كذلك تواصى مع إخوانك بالصبر. تقول الإنسان اصبر يا أبا فلان أنت مصيب أنت على حق اصبر. قال أهل العلم أخر الله الصبر لأن الحق ثقيل. فلما كان الحق ثقيلا ولكنه والله إنه ثقيل لكنه هنيء مريء. فالحق ثقيل ولكنه مريء هنيء والباطل خفيف وهو وبيء. كما ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه حق ثقيل لكنه مريء
والباطل خفيف لكنه وبيل مرض الباطل. فالإنسان لا ينجو عند الله جل في علاه إلا أن يتواصى مع إخوانه بالحق والصبر. الحق ثقيل يحتاج إلى التواصي بالصبر. حتى الصابر وهو صابر يقال له يا إنسان اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن رضيعا قال لأمه في قصة أصحاب الأخدود لما حفر لهم وأراد أن يزجهم فترددت الأم بسبب الشفقة على رضيعها، فقال الرضيع لأمه يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. الصبر له من اسمه نصيب ثقيل عن النفس، لكنه والله إنه مريء وإنه منجي. واعلم علمني الله وإياك أن الصبر على فعل الطاعات أحب إلى الله عز وجل من الصبر على ترك الشهوات. والعبد لا يمدح بأنه يترك الحرام، ولكنه يمدح لأنه يفعل الطاعات. لشيخ الإسلام قاعدة يوجد منها نسخة في المكتبة الظاهرية للآن لم تنشر، في بيان أن الأمر أن الصبر على الطاعة أعظم عند الله عز وجل من الصبر على ترك المعصية. انظر إلى أول معاصي وقعت في هذه الدنيا، انظر إلى معصية إبليس، وانظر إلى معصية آدم، وانظر إلى مآل كل نوع من النوعين. فمعصية إبليس كانت في ترك المأمور، ومعصية آدم كانت في فعل المحذور. فمآل تارك المأمور كان الكفر والعياذ بالله، تكبر فأبى واستكبر، ومآل فاعل المحذور أناب وتاب، تاب الله تعالى على أبينا آدم. فأولى أنواع الصبر أن تصبر على فعل الأمر، على إقامة أوامر الله عز وجل. اعلم علمني الله وإياك أن الإنسان مهما سمع ومهما بلغ في العلم والعمل فهو إنسان ضعيف، ويحتاج إلى من يتواصى معه بالحق والصبر. فليكن شعارك في الحياة أنك طالب نجاة، وليكن همك في هذه الحياة أن تتفقد كل موقف لك في كل ميدان ميادين الحياة وأن تحقق النجاة فيه. تقول فلان أحسنت، تقول فلان اصبر، تقول فلان اتق الله اقلع، وبأدب وأسلوب حسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجاء الجدال في الأخير، قال وجادلهم آخر شيء، ثم لما ذكر الله وجادلهم قال الله تعالى بالتي هي أحسن، لما يأتي الجدال قال بالتي هي أحسن، قال وجادلهم يعني بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، وجادلهم بالتي هي أحسن. خطيب البغدادي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل يقول الإمام أحمد، ينقل على لسان الإمام أحمد، يقول أكثر من سلاني وأنا في السجن في فتنة خلق القرآن، قال رئيس الزعار في بغداد رئيس اللصوص، قال فجاءني رئيس الزعار وقال يا إمام أنت إمام المؤمنين، أنت إمام أهل السنة، وأنا رئيس الزعار، وأنا أتحمل وأصبر حتى أكون رئيسا لهم. فاصبر وتحمل، اصبر وتحمل. هذه الكلمة كانت لها أثر بليغ في نفس الإمام أحمد، ممن؟ من أفسق الخلق، من أفسق الخلق. فالعبد بحاجة مهما سمى ومهما علا ومهما كان علمه وعمله يحتاج إلى إخوانه، وهذا سبيل النجاة عند الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون ثم يفترقون إلا وقرأ كل واحد منهم سورة العصر قبل الافتراق. هذا منهج الحياة، هذا منهجي في حياتي، أني طالب نجاة فأذكر نفسي بأن أقرأ هذه السورة، فكل ما حصل افتراق يقرأ كل واحد منهم والعصر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يستحضرون معانيها في اليوم الواحد مرات وكرات، ولعله تمر بنا السنوات ولا يوجد من يذكرنا بهذه السورة، ولا يذكرنا بالمعاني الجليلة العظيمة من هذه السورة. إذا أحببت حتى أكون وإياكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء من المتواصلين بالحق والمتواصلين بالصبر، أحببت أن أذكر بالتواصل بالحق والتواصل بالصبر، فأحتسب هذا المجلس أن نكون جميعا إن شاء الله، أنا فيكم المتكلم العبد الضعيف وأنتم الأفاضل المستمعون، إن شاء الله تعالى كلنا ما جلسنا وما تكلمنا إن شاء الله إلا لنكون من أهل النجاة، فنذكر أنفسنا بهذه السورة، وليست العبرة بتنميق الألفاظ والعبارات المسجوعة البليغة، لكن الأبلغ من هذا العمل والتفطن والتيقظ وعدم الغفلة، وأن يكون الإنسان حارساً على العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية والأخلاق، ولا سيما في من ولانا الله تعالى أمره، كل يكون قائماً بأمر الله عز وجل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرق الذين أوتوا العلم إلا من بعد ما جاءتهم البينات ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. إخواني، الواجب علينا أن تكون هذه السورة منهج حياتنا، ولا سيما في بيوتنا، ولا سيما في بيوتنا. علماء التربية يقولون وسائل التربية المؤثرة على الأولاد أربعة: البيت والبيئة الخاصة والمدرسة، البيئة الخاصة والحارة والمدرسة، ثم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. المدرسة، تعرفون حال المدارس، تعرفون حال الأولاد، تعرفون حال الإعلام، فحتى ننجو ونؤدي حق الله في أولادنا، الواجب على البيت أن يكون في مواجهة ثلاث جبهات خطيرة وقوية: جبهة المدرسة والحارة والبيئة الخاصة للولد والإعلام. لا ننجو إلا بهذا، لا ننجو إلا بهذا عند الله. هذه أوامر عينية وليست أوامر كفائية، فهذه الأوامر العينية هي شرع الله الذي أمرنا الله تعالى أن نقيمه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله تعالى عنه: قوا أنفسكم وأهليكم، قال: علموهم وأدبوهم. علم ولدك وأدبه على هذا. الواجب على الإنسان أن يقيم دين الله في بيته، وعلامة إقامة الدين في البيت من أول لقاء مع الزوجة
أول لقاء مع الزوجة إيش المسنون؟ قبل البناء بالزوجة إيش المسنون؟ أول لقاء مع الزوجة الصلاة ركعتين. هذا شعار، هذا شعار الاجتماع، شعار تكوين هذه الأسرة، صلاة ركعتين. من الإمام؟ من الإمام؟ ما ندري الحال، ما ندري الحال، ما ندري إلا على مذهب ابن جرير الطبري. قال ابن جرير الطبري في النوافل إذا كانت المرأة أحفظ تأم الرجل، ولكن تأمه من الخلف. اليوم المرأة تأم الرجل بالهمس والإيحاء، والرجال إلا من رحم الله أبواق للنساء. وكم من امرأة تدخل أهلها وزوجها النار لأن الرجل فقد القوام، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنفسكم وأهليكم النار. والله يا إخوة الأمر، الأمر خطير، والأمر ليس بسهل. والواجب على الآباء، كان الله في عونهم، الواجب على الآباء أن يتقوا الله تعالى في أبنائهم. عجبتني مقولة أسندها ابن قتيبة عن بعض السلف، قال: ولدك السبعة الأولى ريحانة شم، السبعة التي تليها قال خادم مطيع، من واحد لسبعة ريحانة، من سبعة لأربعة عشر خادم مطيع، تعال ولبي الحاجة. قال: وبعدها إما صديق وإما عدو. السبعة الثالثة فما بعد ولده، إما صديق، إما أن يكون صديقك وإما أن يكون عدوك. ولذا من أسرار علماء التربية، وأستاذنا وإمامنا أعلم مني بهذا وهو متخصص في هذا الأمر، من أسرار التربية أن تقيم شأنا لولدك كلما كبر، أن تحقق له ذاته، أن تفتح له المجال أن يحقق ذاته. وإن لم أن تفتح له المجال بأن يحقق ذاته فهو سيحقق ذاته بالشر. فتحت عينك وتحت رعايتك ولدك ينشأ ويكبر، وتشعره بأنه رجل، تنمي فيه هذا الأمر. أعجبتني مقولة لعبد الله بن الزبير، سمع ولده يقول مع من العب، فقال له: يا أبتي لا تقل هكذا، قل من يلعب معي، لا تقل مع من ألعب، قل من يلعب معي. فالولد، الوالد إن حقق لولده يعني أن يحقق ذاته وأن يفسح له المجال بأن تبدأ تظهر رجولته، وأن يكون هذا تحت عين الوالد وإرشاده، فيكبر ولده سريعا ويكون رجلا وينعم به ويصوب وجاجه ويقوم خطأه. أصعب شيء في موضوع تربية الأبناء المتابعة الدائمة الحثيثة. ليست التربية هي فقط الصراخ والشتم وإسماع الولد الكلام الذي لا يهم، ليست هذه التربية. إذا كان بودي أن أدرس وإياكم، تدرس وإياكم بعض آيات لنبي الله يوسف، وكيف دعا الفتيين المذكورين في القرآن، لكن الظاهر أن الوقت يعني داهمنا، ولعل الله عز وجل ييسر في لقاء آخر أن نركز الأضواء على نبي الله يوسف وكيف دعا، ليكون لنا ذلك شعار. لعل هذا يكون إن شاء الله غدا يعني بين المغرب والعشاء، قبل لقاء الإخوة في المخيم الربيعي في الجهرة، لعل الله عز وجل ييسر هذا. في بهذا القدر، وبلغني أن يعني يكون هناك مجال للسؤال والجواب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بنا جميعا، أن يتقبل منا، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا، لا أقول الولد الصالح، وإنما أقول الذرية الصالحة الماتئة التي تنفعنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يشكر فضيلة شيخنا الشيخ مشهور الحسن على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب آثاره، أن يكتب كلامه وسكناته وهمسه في ميزان عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما بلغه صوت الشيخ شاهدا له وحجة له يوم القيامة، يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
أيها الأخوة الكرام، بعد هذا الحديث المافع والجميل وهذه الموعظة التي فتت القلوب الحقيقة، ونسأل الله جل وعلا أن يجور بخواطرنا أجمعين. بعد هذا اللقاء ستكون هناك جلسة مع الشيخ إن شاء الله في ديوان المسجد للقاء مفتوح معه لأسئلة مفتوحة ومواضيع متنوعة، فمن كان عنده سؤال أو استفسار فسوف نجلس إن شاء الله في الديوان. ونذكركم إن شاء الله بعد صلاة العشاء بحول الله وقوته يكون إن شاء الله افتتاح المخيم الربيعي السادس إن شاء الله في محاضرة لشيخنا الفاضل حول مفاتيح الخير ومفاتيح السعادة في سورة الفاتحة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يجزيكم خير الجزاء على ما قدمتم، وصلى الله وسلم وبارك على